الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من الماتش. اليوم الاثنين كالعاده باذن الله في شهر رمضان لمده ساعه لنتابع خلالها كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا سواء جوه مصر او بره مصر. الاهلي تاهل بالامس الى الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا او امس الاول لو اعتبرنا الساعه 12 والمباراه خلصت الساعه 2 في المغرب، مره من الرجاء البيضاوي المغربي ويلتقي مع وفاق سطيف في الدور نصف النهائي. ولكن الحديث عن الكره الافريقيه دائما متواصل، ففي اليوم التالي وللأسف ودع النهاردة بيراميدز الكونفدرالية، ودعها قبل عامين من الدور النهائي، خسر أمام نهضة بركان. في النسخة التالية خسر أمام الرجاء من الدور نصف النهائي، واليوم في الدور ربع النهائي ودع الكونفدرالية ليعود من جديد ليحاول في النسخة المقبلة. لكن تاركا الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب بعدما انتهت رسميا مهمته اليوم مع الفريق، تاركا أيضا العديد من علامات الاستفهام حول المستوى اللي قدمه نادي بيراميدز وهل يطبق على مستوى المنتخب. اعتقد ان القصه لازم يكون في فصل بين الاثنين، وده كان كلامنا قبل انطلاق مباراتي بيراميدز مع مازيمبي، لكن عندنا كلام خلال دقائق عن الموضوع ده. في الوقت اللي بينما يعني خرج بيراميدز من الكونفدراليه، بقى الان لدينا فارس اخر وحيد في هذه البطوله هو المصري البورسعيدي، فاز على نهضه بركان بهدفين لهدف هنا في مصر، والآن منذ 3 دقائق بدأت مباراة الإياب في المغرب، فبالتوفيق للمصري البورسعيدي إن شاء الله نتيجة إيجابية وتأهل إلى الدور نصف النهائي. تفاصيل كتيرة جدا في الماتش بعد ثوان قليلة، أكيد هنتابع خلالها نهائي كأس مصر في الطايرة ونصف نهائي دوري كرة السلة المصرية، فخليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية. حالا وقت التتر او الفيلر ده، الفريق المغربي نهضه بركان تقدم على المصري البورسعيدي في الدقيقه 7 من زمن المباراه من ضربه جزاء سجلت في بدايه المباراه. النتيجه دي ان شاء الله ما تكملش لحد الاخر بالشكل ده، لكن النتيجه دي تقصي المصري البورسعيدي ليلحق ببيراميدز، لكن لسه عندنا مشوار، عندنا 83 دقيقه مع الوقت بدل الضايع ليستطيع فيها المصري البورسعيدي تسجيل هدف باذن الله يحافظ عليه او يسجل غيره فيصعب المهمه على منافسه الشقيق المغربي، وان شاء الله المصري يمر الى الدور المقبل باحثا عن تتويج افريقي قاري لم يحصده منذ زمن بعيد او لم يحصده اساسا. لكن على اي حال، النهارده ظهرا في 3 عصرا تقريبا تحديدا في الكونغو الديمقراطيه التقى بيراميدز مع فريق مازيمبي. المباراة انتهت بفوز مازيمبي بهدفين دون مقابل، والهدفان سجلا من النصف الأول من المباراة إلى جانب ضربة جزاء أهدرت قبل هذين الهدفين جاءت في العارضة، إلى جانب سلسلة من الفرص في الشوط الأول للفريق صاحب الضيافة لكن لم يسجل سوى هدفين. في الشوط الثاني تحسن نوعا ما وضع فريق بيراميدز اللي قدم أحد أسوأ أشواطه خلال الموسم الحالي. شوط أول سيء جدا لبيراميدز النهاردة على مستوى الدفاع، على مستوى الضغط في كل أنحاء الملعب، سواء ضغط الدفاع على حامل الكرة أو حتى ضغط المهاجمين وقت بناء الهجمة لفريق مازيمبي على كل المستويات. حتى لما حاول بيراميدز أنه يعدي نص الملعب كانت الكرة بتتكسر كهجمة وهي لسه بتوصل للاكاي، ولما بتوصل للاكاي كان هو بيقول لهم خدوا الكرة ويلا بدأوا هجمة جديدة علينا. هل الحكم كان سبب من أسباب ده؟ هل أصدر قرارا يؤدي إلى خسارة بيراميدز النهاردة؟ لا، لكن هو كان الأسلوب الأفريقي اللي احنا اعتدناه واللي زهقنا من كتر الكلام عليه، أو مش هنزهق الحقيقة، لأنه لو عايزين نجاح للكرة الأفريقية لازم فعلا ننحي الانتماءات، ننحي إن احنا بنشتكي الحكام وقت بس ما نتضر، وإن احنا بقينا ماشيين أكتر في سكة طب ما تيجوا نستغل الأداء التحكيمي الوحش ده في إن إحنا نظلم ما نتظلمش.
فلازم كل الأندية بمختلف انتماءاتها وجنسياتها تقف وقفة حقيقية أمام مسلسل هزلي بنعيشه في الكرة الإفريقية، مخلينا عايشين في أجواء من العصابات، أو يعني بلغة الغابات كده، اللي أقدر على إنه يظلم يظلم ويكسب ويعدي، والله مالكش دراع بقى، مالكش صوت، اخسر وأنت ساكت. فليه بقى نعيش إحنا الأجواء دي كل مباراة؟ كل مباراة اللي شفناها واللي ما شفناهاش، كل مباراة في شكوى تحكيمية، بعضها منطقي وبعضها غير منطقي، بس يقول لك ما اشتكي في وسط الزحمة، يمكن أطلع بصورة المظلوم بما إني مش عارف أظلم. دي كانت النهاردة أجواء صعبة، أجواء صعبة على مستوى المناخ، على مستوى أرضية الملعب، النجيل الصناعي، على مستوى الجماهير اللي شفنا من شوية في بداية الفيديو حدفوا أزايز على أحد، حتى ده زميل من العاملين في نادي بيراميدز قذف بزجاجة. فأجواء صعبة، غير إن الحكم قرارات اللي هي بقى إيه بتاعت الفاول اللي ملوش أي لازمة يحسبه عشان يبني يعمل فاولات على حدود منطقة الجزاء، فاولات قبل ما البيراميدز يبدأ يستفيق يمكن يعمل هجمة، لكن في قرار ظالم؟ لا، مفيش قرار حكم أثر في نتيجة المباراة. دي اقتحام تم بعد المباراة، وعدت الأمور بعد مكالمة ما بين المدير التنفيذي لنادي بيراميدز مع رئيس نادي مازيمبي، ف أمنوا بعثة بيراميدز، فخرجوا بعد تقريبا ساعة من الاستاد ووصلوا بالعافية إلى مقر الإقامة، وهم دلوقتي في الطيارة عائدين غدا. دي أجواء يعني ما ينفعش تبقى موجودة في الكورة. مفهوم إن في جمهور أجريسيف، مفهوم إن في جمهور بيحاول إن هو ياخد يشتت المنافس، لكن في الآخر إنه مش كل ماتش بتبقى الدنيا كده، ومش ده العادي ومش ده الصح، وما ينفعش احنا نلجا في يوم من الايام طب ما نعمل زيهم، ما هو بيسيبوا ليزر، ما هو بيسيبوا ازايز، ما بيدخلوا اعلام بعصيان. لا، احنا ماشيين صح جماهيريا تنظيميا، احنا ماشيين صح، لازم الكاف هو اللي يتدخل في تامين المباريات. لكن ارجع واقول، هل خسر بيراميدز النهارده بسبب الحكم؟ لا، فيا كابتن ايهاب جلال المدير الفني اللي اقدر اقول النهارده السابق لنادي بيراميدز بعد اخر مواجهه ليه النهارده، لم تكن موفقا في التصريحات، كانت الظروف صعبة، وربما أدت هذه الظروف الصعبة لخسارة، أو كانت من أسباب خسارة بيراميدز النهاردة. لكن الحقيقة أن بيراميدز لم يقدم ما يشفع له أن يحقق نتيجة يعوض بها التعادل السلبي هنا في مصر. والشوط الثاني مع تحسن الأداء، مع وإن كنت استغربت أن أحمد فتحي راح شمال وعمر جابر راح يمين، وبعد كده بقى ثلاثة، لعبنا بثلاثة بعد أسامة جلال ما نزل، وأحمد فتحي بقى واحد من الثلاثة، وعمر جابر انضم لقدام مع نزول إبراهيم عادل، تحسنت الأمور شوية. لاكاي ضيع بتاع ثلاث تصويبات، ممكن واحدة منهم كانت ترجع بيراميدز للمباراة، رمضان صبحي لما نزل بديل كان ممكن يرجع بيراميدز للمباراة، إبراهيم عادل تصويبة كانت خطيرة، لكن إبراهيم عادل هو اللي حرك بيراميدز، حرك بيراميدز، وإدانا أمل شوية إن الشوط الثاني ممكن يسجل ولو هدف، لكنه لم يسجل ولا الهدف اللي كان ممكن يقلص بيه الفارق، ولا الثاني اللي كان ممكن يصعد بيه الى الدور المقبل. خرج بيراميدز، هارد لك لبيراميدز، ظروف صعبه ربما، لكن انتوا لم تقدموا الاداء اللي ممكن يشفع لبيراميدز في التاهل الى المباراه المقبله او الى الدور المقبل. فكابتن ايهاب جلال واضح قوي من تحليلي لتصريحاته النهارده، تعالوا نستعرضها وبعديها نقول تعليق سريع عليها. قال انه حكم اللقاء ومساعدو ساعدوا مازيمبي في تحقيق الفوز بسبب قراراتهم العكسيه والتغاضي عن العديد من القرارات والانذارات. ممكن على فكره ده حصل، لكنها المستوى كان وحش قوي النهارده. في المقابل كان يشهر البطاقات، ده الحكم بوندو، بصوره مستمره في وجه لاعبي بيراميدز والجهاز الفني، وجميع قراراته كانت لصالح المنافس. لاعبو مازيمبي لم يتحلوا بالروح الرياضيه في كل اوقات المباراه، تعرض اكثر من لاعب من الفريق للضرب والاصابه دون تدخل من الحكم. من لعب كرة القدم يعلم جيدا كيف يكون الحكم موجها لصالح فريق بعينه، وقراراته جميعا كانت موجهة لصالحه هو. هو اللي لعب كورة هيفهم ان ممكن حكم يكرهك في الماتش من غير ما يقول لك انا بظلمك، بحسب عليك ضربة جزاء غير صحيحة، ضربة الجزاء اللي كانت على فتحي النهاردة صحيحة والبار هو اللي رجعه. قال ان كل افريقيا تعلم ما هو الوضع السيء الذي تعيشه جماهير الفرق او جميع الفرق في ملعب مازيمبي، من ضغط على الحكام وضغط جماهيري وملعب سيء واجواء لا يمكن فيها لعب الكره التي نعرفها. البيراميدز كان بعيدا تماما في الشوط الاول، لكن عاد وسيطر على اللعب واهدرنا العديد من الفرص كانت كفيله بالتسجيل. في النهايه الحكم ساعد المنافس على الفوز والتاهل. قال ان الوضع السيء في لوبومباشي
وعلى الكاف أن يتدخل لإنهاء ما يعانيه المنافسون في هذا الملعب. أنا بضم صوتي لصوتك أكيد كابتن إيهاب، وبقول إنه على الكاف أن يتدخل في كل المسابقات، كل المسابقات سياسة. لو ما عرفتش أكسب فما عنديش مشكلة أظلم، ما عنديش مشكلة أكسب بخطأ تحكيمي، دي لازم تنتهي. وسياسة الصوت العالي أو أصحاب النفوذ في الاتحاد الإفريقي بأسمائهم بجنسياتهم بمناصبهم لازم تنتهي إذا أردتم إصلاحا لكرة القدم الإفريقية. امبارح برضو الوداد وشباب بلوزداد خلصت المباراة 0-0 بعد نهاية الحلقة، وبهذه النتيجة تأهل الوداد ليوافق أو يقابل فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي، وكانت في آخر ثانية أو آخر دقيقة من المباراة كانت في احتمال لضرب الجزاء. الفار قال للكابتن أمين عمر تعالى، فراح راجع قال لا مش ضرب الجزاء، تتحسب بشوفها يعني البوكس بتاع حارس المرمى ده اللي حتى لو جه في الكورة وكمل على رأس المهاجم تبقى ضرب الجزاء، هو ما جاتش في إيديه أساسا الكورة فجت في الرأس، لكن الحكم رأى أنها ليست ضرب جزاء. فلا محتاجين أن الأجواء دي ما تبقاش مسيطرة على الحكام وهو بيحكموا. على أي حال، على مستوى الكرة المصرية الدوري راجع بكرة بجولة جديدة، هي الجولة رقم 16 من المسابقة. هعلق على تصريحات الكابتن إيهاب جلال، لكن بعد ما نتابع ما يحدث على مستوى الكرة المصرية، ومعانا على التليفون النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية. سيادة النائب أهلا بيك منورنا. مساء الخير يا كابتن هاني، ازي حضرتك؟ مساء الفل، ازي حضرتك عامل ايه؟ ربنا يخليك كله بخير الحمد لله. طيب في عده ملفات سريعا، مش عايز اطول على حضرتك، لكن هبدا ببيراميدز بعد ما خسر النهارده من مازيمبي وودع الكونفدراليه. كان ارسل بيان لرابطه الانديه بيقول فيه لو ينفع ناجل باي شكل من اشكال او ظروف الجدول مباراه سيراميك كليوباترا المقرر ليها يوم الاربعاء بسبب ان احنا راجعين يوم الاثنين، فهل في موقف او قرار من جانبكم؟ خلينا كابتن هاني معلش نفكر الناس اللي احنا يمكن قلناه من اول البوست ان احنا فيما يخص كانوا الاربع انديه المشاركه في البطولات الافريقيه ان احنا لما هنأجل للمتاهلين في الادوار وان هم ما يلعبوش ما بين المباراتين بتوع نفس وده اللي احنا عملناه الحقيقه مع الثلاث انديه. ايوه، ولكن احنا عارفين من اول الموسم ان الموسم ده ابتدى متاخر. أيوة. في توقفات كتيره جدا. فبالتالي مش هقدر ان انا اغير في مواعيد المباريات طبقا لمواعيد الطيران. ايوه، والحقيقه ده ما حصلش لا مع الزمالك ولا مع الاهلي ولا مع المصري. فمن مبدا تكافؤ الفرص مش هقدر ان انا اعمله برضو مع بيراميدز. فبالتالي اللي مشي على يعني على حد يمشي على الكل. وبالتالي وصول بيراميدز غدا الى القاهره وبالتالي الاستعداد الثلاثاء واقامه المباراه الاربع دي مسؤوليه بيراميدز بسبب ان اللوائح واضحه من جانبكم وتنفيذها زي ما بقول لحضرتك تم تنفيذه على جميع الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه يعني وتعرض للموقف ده كل الانديه. انا فاكر المصري كان طلب قبل كده تاجيل مباراه لي ورفضتم بسبب نفس برضه الامر ضيق الوقت. عشان كده بنقول ان احنا لازم يبقى في مساواه في تنفيذ كل حاجه على الانديه كلها. مفهوم. طيب وبالتالي المباراه تقام في موعدها. في موعدها. طيب كان المفروض انه بعد مباراه النهارده او بعد مباراه المصري اللي هتخلص كمان شويه ان شاء الله يكسبوا فيها تعلن باقي مباريات الجدول. الزمالك طلب باستعجال ده، الاهلي طلب بنفس الامر عشان يعرفوا برامجهم الفتره اللي جايه، فهل الجدول هيعلن خلال الساعات المقبله؟ ان شاء الله. صباحا مثلا ولا النهارده جاهز هيصدر؟ لا يعني ان شاء الله هيبقى بكره باذن الله مساء. بكره لنهايه الموسم ولا لفتره معينه؟ لا هيبقى برضه لفتره على اساس الادوار ونشوف ان شاء الله. بيكون مبارك للمصري طبعا، احنا زعلنا ان الزمالك وبيراميدز خرجوا، فبقت الانديه المصريه المشاركه دلوقتي يعني الاهلي ومنتظرين نتيجه المصري. تمام، ونقدر نشوف المؤجلات على يعني وضعها هيكون عامل ازاي. تمام ممتاز. طيب وعلى سياق اخر، كنا اتكلمنا وعرفنا مدى ضيق الجدول وبالتالي حتى مباريات كاس مصر بتاعت النسخه اللي فاتت مش واضح لها امتى هتتحط، لكن ده خلاص بقى امر واقع تقام النسخه الماضيه ولا لسه في كلام؟ لا بقى امر واقع، وهو امر واقع من اول الموسم. خلينا برضو نقول ان حتى مجلس اداره الرابطه او مجلس اداره الاتحاد لما تسلموا المسؤوليه في بدايه الموسم كانت الكاس الموسم الحالي بدا ادواره التمهيديه. تمام. وكان الكاس الموسم القديم ما انتهاش. فبالتالي ده وضع قائم المجلسين جم عليه.
ايوه فهي زي ما بنقول هي المهمة صعبة، لكن في الآخر هو الأمر الواقع إن إحنا لازم نقفل كل البطولات سواء اللي تخص الرابطة أو الاتحاد للموسم ده، تمام. فده التنسيق اللي جاري حاليا ما بين الرابطة والاتحاد، وإن شاء الله هنكتمل بكل البطولات بإذن الله. باذن الله ربنا يعينكم. على سياق اخر، المنتخب الوطني خلال الفتره اللي جايه عنده توقفين، بتكلم على يونيو وسبتمبر وماتشات رسميه يعني، فهل بالنظر لطلبات محتمله من الجهاز الفني ممكن يبقى في توقفات خارج التوقف الدولي باعتبار ان بندرس بنذاكر بنشوف الموقف، ولا الوضع صعب؟ الوضع صعب، لكن خلينا نقول دايما لما بنتكلم عن المنتخب الوطني فهو يعني له الأولوية الأولى، تمام. زي ما عملنا مع الجهاز الفني السابق إن شاء الله. إحنا في انتظار المؤتمر اللي أعلن عنه الاتحاد مع كابتن إيهاب، وبعديها يكون في اجتماع إن شاء الله ما بين الاتحاد والجهاز الفني والرابطة، هنشوف الطلبات إيه وإيه اللي إحنا نقدر نعمله في الدوري يتناسب مع متطلبات الجهاز الفني والمرحلة الجاية. تمام. دايما الأولوية لازم هتكون لمنتخب مصر، هنقدر نعمل كل حاجة إن إحنا نكون داعمين بيه. ممتاز. والتوقف اللي جاي هو ده اللي هيكون فيه سيمي فاينل وفاينل كاس الرابطة إن شاء الله إن شاء الله. بالظبط كده، ده اللي معلن إن شاء الله، اللي هي في الأجندة اللي من 30/5 ل 14/6 تمام. هيقام فيهم إن شاء الله السيمي فاينل والفاينل. ومكافآتها إيه أخبارها؟ إن شاء الله هتصرف كما زي ما أعلنا عنها في أول البطولة بإذن الله. اللي هي هل ممكن نفتكرها؟ احنا كنا عاملين في اشتراك لجميع الانديه، وكنا عاملين مكافئات ماليه لاول 4 مراكز. لأول 4 مراكز. طيب، وضحت جدا، وبناء عليه بعد كل الضغط المحتمل ده الموسم هينتهي بأغسطس، بنهاية أغسطس، ولا محتمل يمتد شوية؟ يعني لو امتد معانا ايام في سبتمبر هتكون ايام قليله جدا ان شاء الله. ممتاز. طيب، على مستوى الحكام سيادة النائب، هل ليكم دخل بشكل أو بآخر فيما يخص استقدام حكام أجانب لأندية الدوري الممتاز؟ لا، احنا حطينا في لائحه المسابقه من الاول ان من حق اي نادي ان هو يطلب حكام اجانب في حاله ان هو يطلب ده طبقا للائحه المسابقه، وبيسدد الرسوم في الاتحاد، وبيقوم الاتحاد المصري بمقابله الاتحادات المطلوبه ويعين منها، فده حق مكفول لل 18 نادي. تمام. ولكن احنا في الاول وفي الاخر التحكيم عنصر اساسي من عناصر اللعبه ومن عناصر البطوله بتاعتنا. احنا في تواصل دائم ما بين الانديه والاتحاد، لان حضرتك عارف ان لجنه الحكام تابعه مظبوط. للاتحاد، على تواصل دائم من حيث ايه الخطط اللي نقدر نطور بيها، لان احنا في الاول وفي الاخر عاوزين نطور كل عناصر اللعب، والحكم المصري هو عنصر من العناصر الاساسيه، واكيد كلنا هنفرح لما يتم التطوير ده ونلاقي حكام مصريين موجودين في بطولات سواء قاريه او يعني دوليه عالميه. تمام. فبالتالي احنا شغالين على ده، كل شكاوي الانديه احنا بننضم اليهم فيها اللي بيكون فيها عندهم فيها حق، وبنبعتها للاتحاد تمام. وبنتواصل للوصول للشكل الامثل. تمام. تبعية او يعني مدى تبعية لجنة الحكام لاتحاد الكرة، هل من الممكن ان تنقل قريبا لرابطة الأندية؟ الموسم ده لا طبعا، لان تمام. المسابقه ابتدت وطبقا للوائح هي لجنه التحكيم تبع الاتحاد المصري، ايوه. ولكن مع بدايه الموسم لو ال 18 نادي كان ليهم وجهه نظر اخرى هندرسها، وفي الاول وفي الاخر الرابطه بتمثل الانديه، مفهوم. فاللي هي يعني اللي هيوافق عليه الجمعيه العموميه للرابطه هم ال 18 نادي هنعمله. مفهوم. لكن عاوز اقول له ان احنا سواء تابعه للاتحاد زي ما هي او الانديه رأت ان هو يكون تابع للرابطه، هنفضل دايما بندور على تطويره لانه عنصر من نجاح البطوله، عنصر اساسي. تمام. قراراتكم في الرابطه بيتم اتخاذها من خلال التصويت ولا بأي شكل من الأشكال؟ هل في آلية مختلفة عن التصويت؟ ما فيش آلية مختلفة عن التصويت في أي مجلس إدارة لأي كيان رياضي. تمام. هي طريقة التصويت واحدة، حاجة كل الأعضاء بتطرح وجهات نظرها وبعد كده بيتعمل التصويت على القرار. تمام. وانس ان القرار طلع خلاص بيبقى القرار الرابطة او قرار مجلس إدارة الرابطة. ممتاز. كل سنة وانت طيب سيادة النائب، نورتنا وشرفتنا، وبالتوفيق إن شاء الله الفترة اللي جاية.
شكرا لحضرتك النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المصريه. اذا مباراه بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا تقام في موعدها يوم الاربعاء الساعه 9:30 باذن الله بعد رفض الرابطه تاجيل المواجهه طبقا لبيان طالب فيه بيراميدز بهذا الامر. طيب هو الكابتن ايهاب جلال سريعا جدا رقم واحد، انا حاسس ان هو متاثر شويه بالانتقادات الاستباقيه اللي حصل منذ تعيينه مديرا فنيا للمنتخب الوطني، والحقيقه انه تاني لابد من الاشاره باللوم على سرعه اتخاذ قرار تعيين الكابتن ايهاب جلال والموافقه على السماح لي باستمراره مع نادي بيراميدز، لان العيون بقت النظره مختلفه وانت بتبص على ماتشات بيراميدز كنت بتبص عليها كممثل مصري بيلعب في افريقيا، ده اللي بيبص بنظره عاديه. في ناس بتقول لك ابص على بيراميدز ادعي يخسر، مفهومه، لكن انا بتكلم على النظره بتاعت الكوره يعني. لكن بعد اعلان الكابتن ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب بقت النظره ليه تعالوا بقى نشوف المدير الفني اللي هيمسكنا كمان شهر ده عامل ازاي، اللي احنا اصلا مش موافقين على تعيينه عامل ازاي. فبقت النظره، عارف النظره اللي هي العامله كده دي ورينا هتعمل ايه، بقت دايما مبصوص من المنتقدين لتعيين الكابتن ايهاب جلال لماتشات بيراميدز كده. وانا قلت انه ده فيه خطوره تعيينه بشكل مستعجل، وقلت كمان انه المفروض ما نحكمش على تجربه ايهاب جلال مع المنتخب من خلال الماتشين اللي جايين قدام مازيمبي، ولكن ده اللي حصل النهارده. خسر 2-0 من وهي الشوط الاول، والنتيجه كانت مرشحه للزياده في الشوط الاول تحديدا. الناس قالت لك ادي يا عم اللي هيمسكنا منتخب مصر هيخسر 6 اهو من مازيمبي، وطلع بقى الكلام يا ترى اتحاد الكره هيقرر الاستمرار في تعيينه مدير فني ولا هيغير رايهم. انا ارى ان الحكم على الامر مش من خلال ماتشين مازيمبي، ممكن يبقى التحليل من فتره سابقه، وليك الحق انك تقول ان التعيين ذكي او ان التعيين افتقد للحكمه، لكن خلاص هو عين. فماتشين مازيمبي دولت ليهم ظروف مختلفه. واستغربت تصريح الكابتن ايهاب جلال لما قال انه مش هيكون عندنا النوعيه دي من الحكام ومش هيكون عندنا النوعيه دي من الملاعب لما نلعب لما امسك المنتخب. لا يا كابتن، هتشوف اصعب بكتير بكتير من ده على مستوى الملاعب وعلى مستوى الحكام وعلى مستوى الجماهير وعلى مستوى المناخ. فانت عارف يعني يا كابتن ايهاب، فاعتقد انه متاثر شويه كابتن ايهاب جلال بهذه الانتقادات. ولكن بسؤال اتحاد الكره هل هتغيروا رايكم، كانت الاجابه قاطعه وحاسمه لا. ايهاب جلال هو المدير الفني للمنتخب بعد اعلان ده قبل اسبوعين، وان الكابتن ايهاب جلال لما يوصل مصر ان شاء الله بالسلامه بكره سيعقد معه اجتماع، قد يكون بكره قد يكون ثلاثاء او اربعاء وقد يؤجل لبعد العيد للاستمرار او للاتفاق على البنود الاتفاقيه بقى سواء الماليه او الجهاز المعاون، ثم الاعلان عن مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الاعلام بشكل كامل ويتلقى فيها الاسئله، اللي اتمنى انه لما يسمع اسئله حتى ان استفزته هذه الاسئله ما يبقاش منفعل، لانه يبقى عارف انه حتى اللي منفعل ده اول ما هيلاقي اداء كويس او نتيجه كويسه هيبقى فرحان وهادي وداعم بكل تأكيد. الدعم ده أكيد موجود لينا كلنا كمصريين لأي حاجة تخص المنتخب الوطني أو تخص أي حاجة بتمثل الكرة المصرية أو مصر في العموم. تصريحات كابتن حازم إمام أثارت جدلا النهاردة، هي حلقة مع الكابتن أحمد شوبير سجلت قبل يومين أذيعت النهاردة تزامنا مع خسارة بيراميدز، فده اللي عمل الجدل إنه هيتغير ولا مكمل. لكن هو تصريحات كابتن حازم إمام قالها كعضو مجلس إدارة لا يعجبه طريقة الإدارة الحالية من تعيين مدرب مصري أو من تصويت على اتخاذ القرارات، فطلب بوجود لجنة فنية. مقتنع جدا أنا بهذا الطرح لاتخاذ القرارات الفنية، لكن ده كان يتعمل قبل الإعلان عن المدير الفني مش بعدها. ثانيا أن التصويت في النهاية هو اللي بيتم بيه الأمر، وإن كان ما طالب به من وجود لجنة فنية أمر يجب أن يدار، لأنه مش كل الناس بتفهم في كل حاجة، أكيد أكيد يعني مش كل الناس بتفهم في كل حاجة مهما كان ليهم مناصب، فمفروض الأدوار بتتوزع والملفات بتقسم على الأعضاء واحدا تلو الآخر. فاز الزمالك ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة، توج على حساب الأهلي، فاز بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد في المباراة الفاصلة بين الفريقين. حسم الزمالك المباراة الأولى وجاء للمباراة الثانية على قصد الفوز بها للتتويج، لكن رد الأهلي بفوز ماراثوني بالأمس بنتيجة 3-2 بعد ما فاز الزمالك 3-0 في المباراة الأولى لتفرض مباراة فاصلة.
أقيمت منذ قليل وانتهت قبل دقائق، وفاز فيها الزمالك بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد للمرة 7 في تاريخه بطلا لكأس مصر للكرة الطائرة، وطبعا للمرة 2 على التوالي. مبروك، مليون مبروك للزمالك، استمرار لنجاحات فرق الألعاب الجماعية وفريق الطائرة اللي كان قد حسم بطولة الدوري قبل أسبوعين. هارد لك للنادي الأهلي، ومرة تانية مبروك للزمالك، درع أو لقب جديد بيضم إلى بطولاته المحققة. من جديد إلى مستوى كرة القدم المصرية، والممثل المصري الأهلي في دوري الأبطال وصل بالفعل إلى الدور نصف النهائي ضاربا موعدا مع إحدى مفاجآت البطولة وفاق سطيف. فمعانا على التليفون الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي. كابتن سيد أهلا بيك، منور الدنيا، كل سنة وحضرتك طيب. كابتن هاني تحياتي ليك وكل سنة وأنت طيب. وانت بألف خير، بقالنا كتير ما تكلمناش بس مبسوطنا بسمع صوتك. مبروك كابتن سيد التأهل من خلال الرجاء. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نتيجة 2-1، رغم ان هي 2-1 كسبان، لكن القلق كان جاي من اهدار الفرص، والقلق كان جاي من شوية ربما الشحن الجماهيري او الاعلامي، ولكن تحقق المراد من العودة بنتيجة 1-1. شفت ازاي اجواء المباراة وتصريحك الشهير بتاع اللي خايف ما يجيش معانا؟ بص، يعني هي في كرة قدم، يعني في العصر اللي انت فيه المفروض ما يبقاش فيه قلق خالص غير بشوية حاجات كده اللي هي ممكن تبقى ثقة شوية وانت بتلعب على الأرض. تمام. لكن في الكرة الحديثة اللي انت بتتفرج عليها وخصوصا في أوروبا، يعني ده أوروبا لغت الجول بجولين خلاص. مظبوط. مش حاجة اسمها الجول بجولين. يعني فانت عناصر اللعبة كلها بالنسبة لها خلاص بقت متوفرة، سواء كان حكم أو فار لو في حاجة تقديرية. الحتة الجماهيريه من حقك بقى ان جمهورك يكون موجود، من حق ان انا اكون جمهوري يكون موجود. فدي بتبقى عاديه شويه، لكن ما زال في الحته الافريقيه محتاجه تعديل كبير جدا، ومحتاجه يعني مش عايز اقول دراسه لكن تعليم من الاول من بدري شويه، وفي ملف خاص بالحته التحكيم. لكن انت عشان تبقى بطل يعني لازم هتتعرض للمواقف عشان الناس تشيد فيك وعشان الناس تبقى يعني عندها ثقه فيك. بتيجي منين الثقه؟ من شويه ازمات بتتعرض لها او مواقف بتتعرض لها او مباريات كبيره بتخوضها. فبالتالي الناس بتعرف تقيم الناس. يعني النجم يعني ايه نجم اصلا؟ يعني ده واحد بيعمل حاجه مش معتاده. مظبوط. مظبوط. من هنا كانت الشخصيه. لكن صح. مش عايزين ننسى كل ده. تمام. ان احنا لسه في دور الثمانيه. يعني انت في خطوه قريبه شويه لكن مش نهائيه. يعني عندك خطوات واسعه. حطينا نفسنا فيها في المباراه الاولى. أيوة. لكن مش بارادتنا الحقيقه برضه، لان برضه في وش تاني لكره القدم. الوش ده ما كانش معانا في مباراه الرجاء. يعني اول 30 دقيقه ممكن تكسب 3-4. صح. وبعد كده يعني هم يعدلوا النتيجه او يقربوا النتيجه 2-1. نخش بين الشوطين، تبدا الشوط الثاني مش على احسن حاجه. وبعد كده تيجي لك ضربه جزاء نموذجيه في توقيت نموذجي بحاله طرد. تمام. ربنا ما يردش ان انت تبقى فارق في هدفين. أيوة. وكميه فرص تبقى موجوده كبيره جدا وتضيع. لكن هتروح هناك وانت حاطط في دماغك ان انا هلعب مباراه كبيره جدا. أيوة. مهما كانت الاجواء. تمام. كان مهم قوي ان هو يوصل للعيبان. ايوه. طيب بعد التاهل قد يكون الامر مبهج شويه باعتبار ان الترجي احد المرشحين الدائمين لقنص اللقب، ودع البطوله، لكن دلوقتي قدامنا وفاق سطيف. شايف ازاي المواجهه دي؟ وهل شايفينها زي ما الاعلام احنا شايفينها وزي ما الجمهور قد يكون شايفها، انه وفاق سطيف ده احسن لنا من الترجي؟ والله بص، انا في الكوره برضو في الماتشات اللي هي واحده مش دوري بقول انها بترجع للاحداث. يعني مثلا حتى في مباراه الرجاء اللي هي هرجع لها تاني. تمام. في اول 3-4 دقائق مفيش سيناريو بالنسبه للرجاء احسن من كده. ان هو يجيب جول في اول 3 دقائق او 4 دقائق. صح. تمام. وبعد كده انت في شخصيتك ترجع ببنالتي يضيع برضه، يعني بالنسبه لك يبقى محبط شويه. لكن انت بترجع. حتى اللي ضيعه علي معلول، اوكي، هو اللي بيعمل الاسيست بتاع الهدف. صح. فاذا انت عندك الخبرات وعندك الامكانيات والقدرات والشخصيه والتفكير العقلي او العقليه اللي ممكن تساعدك ان انت ترجع في وقت. فانا في الماتشات اللي هي رايحه جاي ببقى بعتمد على احداثها. تمام. ان انا اكون موفق، ان انا اكون مركز، ان انا العب لحد اخر دقيقه. يعني فرصة التعويض ما بتبقاش كبيرة قوي، ما بتلعبش دوري يعني. فالأحداث بتاع المباراة تمام لا تتعلم منها. يعني وأنا بتفرج امبارح مثلا على مباراة وفاء الصيف والترجي. لا، تتعلم من المباراة. يعني فرقة
يعني متعادله على ارضها، جايه بتلعب بمنتهى القوه، والجون جاي في الدقيقه 20، ايوه يعني مساحه وقت كبيره جدا ممكن صح. الفرق يرجع، ومع ذلك في صمود شديد جدا، في حماس شديد جدا، في قلب في الملعب. طيب هل دي صدفه بالنسبه للفرق الصيف؟ لا، يعني مع حريه دراسه كوناكري وعارف هو عايز ايه من المباراه. طبعا، وحتى في الدوري المجموعات مع حريه كوناكري هو تصنيفه ثالث مثلا، مع حريه كوناكري اول مباراه بالنسبه له اوكي يعني كسبها بره بره ارضه ارضه. كسبها مظبوط، هو خد 9 نقاط منهم انتصارين على حوريا كوناكري. طيب يعني انتصر حتى في مباراه حوريا كوناكري اللي كانت في الجزائر، اوكي المباراه ديت يعني كانت لحد الدقيقه تقريبا 83 او 84، ايوه كان متاخر 2-1 وبيتعادل وبيكسب في اخر ثانيه. مظبوط يعني دي فرقه، دي فرقه لازم تحترمها بشكل كبير جدا، تمام تمام، يعني لازم تديها مكانتها بشكل كبير جدا. عندك مباراه يوم طبعا ان شاء الرحمن، او 6 او سبعة 7، خلاص ولا 6؟ 6 او 7 يعني 6 لسه او ما 7 اخترتوش التاريخ؟ لا لسه، يعني تمام مع الراجل بكره ان شاء الرحمن نختاره باذن الله. تمام ممتاز. ففي النهايه، في النهايه لازم تحترم الفرقه جدا، لان هي تستحق ده، وهتروح بعيد ليه؟ اذا كان سوبر اللي لعبناه من حوالي يعني خمس 6 اشهر 7 سنين وفاق الصيف. تمام وفاق الصيف، اوكي نتائجنا حتى معاهم يعني على المستوى المواجهات يعني اوكي، فلعبناهم حوالي 5 مرات، ايوه يعني ده هم سابقينك حتى في اللقاءات المباشره، يعني هو كسبك حوالي 3 مرات يعني، ده مش قليل. فدي فرقه لازم تحترم بشكل كبير قوي يعني. تمام. ما يقلق، ومش هقول انه ده رايي، لكن هاخدها مثلا بابرز مثال، الكابتن وائل جمعه نجم الاهلي السابق كان اتكلم امبارح في انه احنا كسبنا وفرحانين، ومش بقول ان يعني ان احنا بنفتري، بس في الاخر الاداء اللي بيقدمه الاهلي مقلق. ليه ترجع للدفاع مبكرا؟ ليه ما بتطورش نوعيات لاعبين؟ ايه ردك على الكلام ده كابتن سيد، بالنظر لانه احنا فرحانين بس قلقانين؟ لا بص، يعني في الاول والاخر طبعا كل واحد له الحريه المطلقه ان هو يشوف الماتش زي ما هو عايز، بالتاكيد يعني كل واحد بحسب خبراته وحسب مكانته، فبالتاكيد كل واحد له تحليله الشخصي يعني. لكن انا بشوفها من حته بالنسبه لي كشغال يعني في مع الفريق، اوكي مهم قوي ان انت عشان تبقى على منصات التتويج، مهم جدا ان انت تكون بتعرف تعمل جيم دفاعي كمان، تمام، يعني ان انت تعمل جيم هجومي وبس. في بعض الاوقات في اثناء الموسم او في بعض الاوقات من المباراه ايوه لازم عندك القدره ان انت تعمل جيم دفاعي، يعني فدي من الحاجات الايجابيه رغم ان الناس ممكن تشوفها انها سلبيه، انا اشوف انها ايجابيه جدا، ان انا ممكن اعمل في وقت من الاوقات 7 8 دقائق 10 دقائق جيم دفاعي، دفاعي محدش يقرب من عندي، دفاعي فقط بدون حتى انتقال او استغلال تقدم المنافس علينا فنعمل من وراها هجمات. طبعا مهم، مهم ان انا يعني انت مثلا يعني في اخر 6 7 دقائق وضع طبيعي جدا ان هيبقى في تعليق كوره بشكل كبير، بالونه بشكل كبير، يمكن الهدف من تغيير ايمن اشرف الراجل كان عايز كده، ان خلاص يعني فرقه الرجاء هتعمل لونج باص كتير، هتعمل كرات طوليه كتير، فكثف في العدد في المنطقه ديت عشان يبقى عندي الافضليه كعدد. ايوه اثنين يعني احداد عنده مميز جدا في حته الدماغ، صح، ولو تفتكر في حتى ريح كورتين للي جايين من ورا خطيرتين جدا، برافو عليك، يعني صح، في الدقيقه 53 54 صح كانت ممكن تبقى تحدي من اللي جايين يعني. تمام، لكن طبعا انا بحترم كل الناس وكل الناس لها اراءها وكل الناس لها احترامها وتقديرها. تمام ممتاز. اتكلمنا ان تاريخ المباراه الاولى لسه هيتحدد بكره ان شاء الله في قعدتكم مع بعض، لكن هل على مستوى الملعب الاهلي والسلام ولا محتمل نقلها لاستاد القاهره؟ كل حاجه تخص المباراه يعني بكره هنحددها ان شاء الله، بس خليني اقول لك يعني احنا ممكن نختار، لكن الاتحاد الافريقي ممكن يشوف حته ثانيه يعني، حتى في لائحته ايوه بيدي نفسه الحق والافضليه ان هو اللي هيبقى عامل صاحب القرار يعني. مفهوم. طيب قبل ما اسيب افريقيا هسالك على التحكيم الافريقي، انك اشرت ليها النهارده واشرت ليها امبارح، وجهه نظرك ازاي يتم تحسين وضعيه الحكام؟ لانه فعلا ما فيش مباراه بتعدي الا بشكوى سواء لينا او علينا، بس بتكلم في انه طول الوقت في شكاوى وطول الوقت في عدم ثقه على مستوى التحكيم. لا هي يا ريت نسبة تبقى لينا مره يعني، تبقى لينا شويه يعني. الراجل ده مصنف يعني، الحكم السنغالي ده راجل مصنف يعني، حكم في كاس العالم للانديه وحكم منها ثالث ورابع ماتش بالمرات لو تفتكر، وبيروح كاس عالم ومصنف ان هو يروح كاس عالم. اوكي يعني مستحيل يعني، ما قابلتهاش ما شفتهاش، وانا بتفرج طول عمري كده ما شفتش ان فرقه حتى لو كانت ضعيفه جدا طول ال 90 دقيقه، ده احنا لعبنا 99 دقيقه هاني، لعبنا 3 دقائق في الشوط الاول زياده من غير فاولات، في الشوط الثاني فاولين بس، يا راجل حسب 2 فاولين منهم ضربه الجزاء وما كانش حاسبها اصلا.
يعني ما كانش. طب انا عايزك تشوف بس صوره لو عندك، شوف يعني المسافه اللي ما بينه وما بين ضربه الجزاء مفيش مسافه خالص، يعني ده بالظبط راجل شايفها جدا. مظبوط. انهي ده يعني، يعني انهي نيه سليمه تقول ان الموضوع طبيعي يعني؟ لا طبعا، لا طبعا يعني، لا ده ملف الحقيقه يعني انا مش متعاطف معاه خالص بصراحه. يعني كل الناس يقول لك يعني خلينا نتعاطف من الموضوع ده، ده جزء اصيل من منظومه كره القدم، من اللي شجع الاتحاد الاوروبي دلوقتي انه يلغي الجون بجونين يا هاني. انه اللي ايه؟ شجعه، اللي شجع الاتحاد الاوروبي انه يلغي الجون بجونين خلاص، يعني 2-1 زي تمام 3-2، مفهوم. ايه اللي شجعه؟ هو بيقول لك انت هتاخد حقك ثالث وثالث، ما صح تقدرش تفتح بقك معايا، هتاخده. لكن لحد دلوقتي طبعا ده ملف، ده ملف صعب قوي. كل المباريات بلا استثناء، كل المباريات بلا استثناء عندها مشاكل في الموضوع ده، صعب قوي يعني بصراحه. هل وانتوا رايحين المغرب كان في بالكم ردود الفعل المتلاحقه من اعلام وتصريحات وبيان من الاهلي نفسه على مستوى المعالجه الاعلاميه لضربه الجزاء اللي تقدم بها الاهلي هنا في القاهره؟ ده كان في بالكم كابتن سيد؟ لا والله احنا كان في بالنا حاجه واحده بس، احنا عايزين نرجع ببطاقه التاهل. تمام. يعني اللي كانت الظروف ايا كانت الاحداث ايا كانت النتيجه حتى، تمام؟ يعني انت عايز لما الحكم يصفر تمام انت تبقى انت انا المتاهل متاهل. يعني. مظبوط، طبعا ممتاز. تركز حتى واحنا بنسخن على فكره، ودي برضو يعني بحيي فيها اللعيبه جدا كلهم، من كبيرهم لصغيرهم، من اول الشناوي لحد محمد عبد المنعم، من اكبر ايوه. واحد لاصغر واحد، ان انت عندك الشخصيه اللي خلاص تفصل ما بين اللي بيحصل بره بره الملعب صح والملعب، صح لازم تفصل ممتاز. يعني. طيب على مستوى بقى التحكيم المصري، كان الاهلي طلع بيان واضح بل وارسل شيكات بخصوص الحكمين الاجانب او الطاقمين الاجانب في المباراتين المقبلتين، ورد اتحاد الكره وده الجديد بانه من الخمس دوريات الكبرى صعب وهنحاول من دوريات اخرى. ايه موقفكم من ده كابتن سيد؟ والله دي حاجه يعني قرارات بتبقى خاصه بالاداره، يعني كل واحد عندنا له شغلانته وله اختصاصه، وممكن يبقى فيه قعدات وكل حاجه واتفاقات، لكن في النهايه بتبقى القرار اللي يخص الحاجه زي كده بتبقى خاصه بالاداره يعني. لكن ما انا برضو عايز عشان اجيب حاجه، مش هجيب اي حاجه مقاسه يعني، يعني مش هروح اجيب مثلا نضاي تاني يعني. مفهوم طبعا طبعا. يعني فلازم يعني يبقى فيه مستوى لده، يعني المستوى لده صح بكل والله تأكيد. انا بقترح من خلالك وحياه ربنا، ايوه يعني ممكن يتعمل يعني كليه تربيه رياضيه مثلا، يعني انا اتخرجت تربيه رياضيه، فيها تدريب وفيها اداره وفيها تعليم يبقى في وفيها تحكيم. والله العظيم ما بهزر، يعني مش اي حد يخش، مش اي حد يعني يبقى درجه رابعه وبعدين ثالثه وبعدين ثانيه وبعدين يخش درجه اولى الممتازه، مش اي حد يعني. زي ما انت في الكوره دلوقتي بتصرف ملايين ملايين مظبوط. جدا، وكمان ياخدوا حقهم بقى المميز، يعني كأنك بتتكلم مع مدرب مساعد ولا مدرب عام ولا مدير فني ولا مدير كوره، طالما حكم مميز ياخد حقه المالي يعني. تمام صح، متفق جدا معاك، لان هي محتاجه فعلا الموضوع نفسي وذهني وغير البدني كمان وغير شخصيه يعني، الفني، شخصيه شخصيه جدا شخصيه جدا. شخصيه. انت لو ما عرفتش وبعدين تفرض شخصيتك في حكام فعلا بيبوظوا الماتش من اول 10 دقائق. يعني انت تعرف المشكله في ايه؟ المشكله ان انت حتى يعني ان انت لما تيجي تتكلم اكنه وانت بتتكلم معاه في حاجات تكون حصل حقيقي، هو بيفتكرك بتهاجمه. يعني انت مثلا تقول لي يا سيد انت جيت التمرين النهارده، اقول لك لا انا ما جيتش، اقول لك يا عم انا شفتك، هو انا كده بهاجمك؟ مفهوم انا فعلا شفتك، مفهوم. فاهم؟ حتى ال 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 الحته ديت، يعني انت ممكن تلاقي مثلا جارديولا مثلا ماسك ازازه وبيقعد يتنطط والحكم الرابع هادي جدا جنبه، مفيش مشكله، تمام؟ انت ممكن لو عملت حركه زي دي بس لو قمت من على الكرسي، تمام؟ يعني لا انت كده مشكله. فيعني كان ايه اللي حصل في الماتش المصري؟ اللي حصل في الماتش المصري؟ اه انا يعني لحد دلوقتي انا يعني انا اضطربت ليه يعني؟ اه ده قصدي فعلا. والله ما عارف لحد دلوقتي، ان كل اللي انا قلته وممكن كابتن محمود عاشور يقول يعني، انا لو انا زودت كلمه عن اللي انا هقوله لك ده تمام. يطلع يقول يعني، انا بقول له حتى مثلتها في ضرب في ظهر محمد شريف، تمام؟ واللي قاعد على الفار كابتن محمد حنفي، يعني طب هي مش بينالتي من بره، ممكن تستوجب كارت احمر، مفهوم. بس يعني هو ده اللي انا قلته. يعني مش حتى بتقول له انت ظلمتنا حرام عليك، مجرد بتقول له المشهد بتوصيفك ليه. ده انا بوصفه له، احمد ديني انذار، قلت له انت كده معايا انا على طول، راح مديني كارت احمر. دي قريتها بالشفايف معايا على طول كده دي. طب حلو جدا، معايا على طول، تمام. اوكي انا عايزك تجيب يوم 21 11 2020، تمام؟ يعني
طب محمد عاشور نفس الكلام، واحد هيقلعه الفنان اللي من جوه الملعب، هيقلعه الفنان اللي ما ادوش انذار اصلا، ما ادوش انذار. يعني الكلمه اللي انت قلتها دي خدت فيها طرد، انا مش عايز اخد فيها كتير خلاص يعني انتهت. لكن هو ده اللي انا قلته يعني، اقصد يعني في النهايه بس النهايه الموضوع ما يتقلبش على سكه ثانيه. يعني في النهايه اللي بيحصل ما فيش مشكله طالما لوائح ومن حقك ان انت يعني تسمح لك لواحد بكده، لكن في النهايه عايزين نطور كل منظومه اللعبه، صح، من اللعيبه، من الاداريين، من المدربين، من الحكام، من كل الناس. ممتاز. طيب هرجع مره ثانيه بقى للعيبه. بدر، انا عارف ان مطول عليك كابتن سيد، لكن فرصه يعني بوجودك معايا. بدر بنون، اولا اطمن على الحاله الصحيه ليه. هو كان قال في خلال تصريحاته بعد مباراه الرجاء ان شاء الله اكون موجود معاكم في النهائي، فهل ده بناء على معلومه ان محتمل يكون بدا يرجع ويشارك حتى في اخر مايو اللي جاي؟ استاذ الرحمن، احنا في بدايه مايو، الاسبوع الاول من مايو او ال 10 ايام الاولى من مايو، هنعمل الفحص الاخير. تمام. هو تقريبا بنسبه 60 او 70% في امور كويسه جدا جدا. تمام. يعني فان شاء الله الرحمن، يعني لو الفحص الاخير ده بتاع اول مايو هيبقى كويس، هيبقى الدنيا كويسه معاه، وان شاء الله الرحمن يبدا بالتاهيل معانا يعني. وهيبقى هنا في مصر في اول مايو. هو جاي الاسبوع اللي جاي. لا هو جاي الاسبوع الجاي. جاي الاسبوع اللي جاي. طيب خدت بالك من ردود الفعل على اي رياكشن عمله بدر بنون قدام فريقه السابق مع فريقه الحالي؟ ايه تقييمك انت للموقف كابتن سيد؟ هاني يا انت، يعني المشكله ان انت هتقعد تدخلني في النيات والكيلو يمين وشمال يعني. يعني في الاول والاخر بدر كان معانا طول المعسكر، ما سبناش يعني. اول ما نزلنا واول ما رحنا الاوتيل واحنا بنتمرن، وموجود معانا في الاوضه بتاعتنا واحنا بنغير واحنا بنزين بين الشوطين، واحنا حتى بعد المباراه يعني. تمام. بدر بنون لاعب في النادي الاهلي دلوقتي. اوكي. حد خد مع النادي الاهلي بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، خد مع النادي الاهلي سوبر الافريقي، يتمنى ان شاء الله الرحمن يا رب يكون موجود في النهائي، لان واحد من العناصر المهمه جدا اللي احنا بنعتز بيها. وبالتالي انه يعني لم يخطئ باي شكل من الاشكال عشان يبقى في انتقاد اللي وجه ليه في الايام اللي فاتت دي. انا بقول لك يعني الراجل معانا ما سبناش اصلا. مفهوم، صح. والحقيقه ده كان رايي حتى قلته امبارح هنا على الهواء. اخيرا يعني بيكون على عاتقك اكيد كمدير كوره فكره التعامل مع زعل او حزن او ضيق بعض اللاعبين اللي ما بيشاركوش بانتظام. هنا بتكلم على حسام حسن مثلا، ازاي بيتم التعامل معاه او ايه الموقف منه بالنظر لانه كان غير صوره البروفايل ورجعها، وكان قبلها بكى وموسيماني علق عليه، فالوضع عامل ازاي بالنسبه لكم في القصه دي؟ بص يعني، انا في النادي بشتغل شغل مش عايز اقول احترافي يعني، زي ما الكتاب بيقول كل واحد عنده اخطاء. تمام. وكل واحد عنده سلبيات، واكيد اكيد عندي شويه حاجات كتيره. تمام. لكن انا في حاجات كتيره جدا جدا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي مش ما بتبقاش هي اللي تتكلم فيها او تناقش يعني، مش هي دي يعني. انت بشوف ان في حاجات كبيره جدا بنتكلم ونتناقش فيها ونحاول نحلها عشان الطريق يمشي بشكل كويس، لان الاهم في الموضوع هو النادي. مظبوط. اهم في القصه في النادي، لكن صح. انت بتتعامل مع لعيبه وبتتعامل مع بشر قبل ما يكونوا لعيبه. تمام. ففي بعض الاوقات الحكمه تقول ان احنا نتكلم، وفي بعض الاوقات الحكمه تقول ان انت لازم تاخد قرار في اي حاجه يعني. حسام يعني واحد من الناس المتميزه جدا على مستوى السلوك على فكره. ايوه. اوكي. يعني مش اي حد ممكن يجي النادي الاهلي يلعب على طول. ممكن تبقى وقته لسه ما جاش. لكن مش عارف لحد دلوقتي ربنا شايل له ايه. ايوه. اوكي. لكن عشان اخلص والخص الموضوع، اهم حاجه في الموجودين سواء كان افريقيا او محليا هو النادي. النادي، صح. أوكي. مصلحه الفريق بس كده. مظبوط. طيب اخيرا، اكيد سمعت ما وصف بالتسريبات من شويه، ففاهم اقصد ايه؟ والله يعني، انت يعني بتصر تدخل في يعني، انا والله لا سمعت تسريبات. بتتكلم في ايه؟ تسريبات بتتكلم على ايه؟ طيب هو القصه انه يعني كان في قعده ما بين مسؤولي المريخ، فنائب رئيس النادي اتكلم في انه والله لعبنا في القاهره المباراتين بتوع الاهلي كان بناء على اتفاق ما بيننا وما بين الاداره يعني كرئيس النادي والكابتن محمود الخطيب كرئيس الاهلي، انه العبوا الاثنين في القاهره واحنا ما تقلقوش هنكسب لكم الهلال وسان داونز ذهابا وايابا، وهنسيب لكم بعض نقاط المباراتين بتوعنا وهنستضيفكم وهنديكم اثنين لعيبه معاره. فالفيديو ده انتشر في الساعات الماضيه. انت عايزني ارد على حاجه زي كده؟ ده احنا اساسا يعني لحد اخر مباراه كانت الموضوع بالنسبه لنا صعب يعني. خلاص هكتفي بهذه الاجابه. ماشي. بشكرك جدا كابتن سعد الحفيظ، نورتني كالعاده، وشكرا على وجودك معانا مدير الكره في النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي السابق. طيب معانا على التليفون
صح؟ معانا على التليفون الكابتن حازم مصطفى رئيس نادي المريخ. كابتن حازم اهلا بيك. يا مرحبا بيك وكل عام وانتم بخير. وحضرتك طيب ورمضان كريم وعيد سعيد عليك باذن الله وعلى كل اهلنا واخواتنا في السودان. وعليك وعلى كل اخواتنا في مصر وفي النادي الاهلي وكل جماهير مصر العظيمه. اهلا بيك. طيب وانا مع حضرتك هلخص مدار اليوم وبعديها هوجهه في صيغه سؤال لحضرتك كابتن حازم اذا تسمح لي. اتفضل. طيب النهارده او يوم الجمعه اللي فات كان في جلسه ما بين ما ممكن وصفه بمجلس الحكماء في المريخ، الغرض منه هو اصلاح ذات البين والعلاقه ما بين الشويه متشاقين على مستوى التصريحات او الخلافات او مجلس اداره منتخب او مجلس اداره معترف به. فكانت القعده يوم الجمعه في السودان، فنائب رئيس مجلس اداره نادي المريخ اتكلم في فيديو كان الاول طلع لايف وبعدها اتقفل لكن انتشر خلال الساعات الماضيه، وهو بيتكلم على انه لعبنا مباراه الاهلي بتاعه المريخ في القاهره بعد اتفاق ما بين رئيس النادي اللي هو حضرتك والكابتن محمود الخطيب على انه العبوا الماتشين في القاهره وهنكسب لكم سان داونز والهلال ذهابا وايابا وهنسيب لكم مباراه من المباراتين فنتاهل سويا، ده غير ان احنا هنستضيف المباراتين على حسابنا، ده غير ان احنا هنديكم اتنين لعيبه اعاره من النادي الاهلي. ف والكلام على لسان نائب رئيس النادي السيد محمد علي انه لقينا ده ما حصلش فقلنا لا نرجع، فلكن رئيس النادي اللي هو حضرتك قال لا انا اتفقت خلاص فهنفذ ما اتفقت عليه مع الكابتن محمود الخطيب. تعليق حضرتك. والله طبعا اول شيء التصريح هذا تصريح شخصي بالنسبه له لا يمثل راي نادي المريخ الكبير ولا يمثل راي جماهير نادي المريخ. النادي الاهلي نادي عظيم، نادي المريخ نادي عظيم، وطبعا هذا الكلام لا يصدقه عقل ولا منطق. الاهلي يعني صعد الى الدور الثاني بصعوبه شديده جدا. نعم. مبارياتنا مباراه المريخ مباراتين المريخ مع النادي الاهلي كانت مباريات في منتهى النديه. وكانت افضل اداء لنادي المريخ في السنوات الماضيه رغم الخساره اللي خسرناها، لكن كانت هناك مباريات نديه وبشرف كبير جدا وفاز فيها الاهلي. وكانت المباراه جميله جدا، مستحيل يعني يصدق عقل طفل صغير هذا الاتفاق ان يكون بين نادي كبير زي نادي المريخ ونادي كبير النادي الاهلي. لماذا نقلت اساسا الاجابه النهائيه حول اقامه مباراه المريخ مع الاهلي في القاهره؟ كان ايه سببها؟ السبب في ده؟ السبب انه ملعبنا كان ما جاهز. وقبل ما تبدا دور المجموعات انا اتفقت مع كابتن محمود الخطيب انه ناخذ منه الملعب، وهو تكرم بكرم النادي الاهلي وبكرم كابتن محمود الخطيب انه يستضيفنا في 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 ملعبه. تمام. وتكلفتها وهو مش مباراه الاهلي بس، هو استضافنا في كل والهلال كمان مجموعه وسان داونز ما عدا مباراه واحده بس اللي لعبناها، مباراتين اللي هي مباراه الاهلي سان داونز في مباراة المريخ في الخرطوم، لأن المباراة مش بتاعتنا ما بنقدر نحدد زي الملعب، ومباراتنا مع سان داونز نعم مباراتنا مع سان داونز في جنوب افريقيا. الأربع مباريات دي تكلفتهم مش أقل من مليون جنيه مصري. مش ممكن يعني ثلاث لعاب بمليون جنيه، يعني ده كلام مضحك ومثير للشفقة. بالإضافة لأنه حتى قبل قرعه المجموعات احنا لعبنا مباراتنا مع زناكو الزامبي اللي اهلتنا الى دور المجموعات على ملعب السلام. مظبوط صح. وما كانش الاهلي معانا في مجموعه ولا في شيء، احنا احنا كنا في معسكر في مصر لمده اكثر من 90 يوم. اولادي اللاعبين تعودوا على الاجواء في مصر، تعودوا على استاد السلام. تمام. ولعبنا المباريات هناك وقررنا ان نواصل كفاحنا في الملعب في القاهره. وانا لم ارى في اي لحظه من اللحظات انه هناك فرق بين القاهره والخرطوم. صح. جماهيرنا هنا وهناك، ومصر بلدنا والسودان بلدنا. ونشكر النادي الاهلي انه هو استضافنا. ونزيد له الشكر مره اخرى ونبارك له الصعود الى دور ربع النهائي في البطوله الافريقيه. نصف النهائي الاهلي يلتقي مع وفاق سطيف، وان شاء الله السنه اللي جايه نلاقي كمان المريخ بيعود. طب هل من موقف تجاه يعني طبعا هي تصريحات شخصيه وصفتها حضرتك بكده، لكن باعتبار انه ده تصريح خطير شويه فقد يؤدي الى جدل او الى اثاره بما انها ليست صحيحه، هل موقف من اداره المريخ تجاه هذا التصريح؟ نعم، سوف تصدر في الساعات القادمه ان شاء الله، سوف يصدر بيان رسمي وسوف تكون هناك اجراءات.
بما موجود في اللائحه في النظام الاساسي لنادي المريخ الكبير، ونادي المريخ نادي كبير من اقدم الفرق في افريقيا، يمكن بعد الاهلي مباشره يعني. بعد الاهلي مباشره على اي مستوى؟ في التاسيس يعني، في التاسيس على العراقه، اسم كبير وجماهيريه كبيره، ونادي بنفتخر كنادي عربي بوجوده في الكرة الإفريقية، ونتمنى إن شاء الله عودته إلى النجاحات في المرحلة المقبلة إن شاء الله. وإن شاء الله، وإن شاء الله تدوم العلاقات الطيبة بين نادي المريخ والنادي الأهلي الذي قدم لنا الكثير، وإحنا نشكره مرة أخرى. والطريف في الأمر أنه التصريحات تمت في نفس يوم المباراة التي لعب فيها النادي الأهلي، المباراة العظيمة الكبيرة أمام الرجاء البيضاوي، أمام 150 ألف مشجع في مركب محمد الخامس. ودي من الأشياء اللي أنا كنت عايز أعود أولادي اللاعبين أنه يلعبوا في أي مكان وتحت أي ظروف، حتى خارج الأرض وداخل الأرض، لأن هي العالمية وهذه الاحترافية التي أرانا لها النادي الأهلي في تلك المباراة الكبيرة مع الرجاء البيضاوي. اخيرا، هو محمد فخري لاعب الاهلي، كنت سالت حضرتك من شهرين، قلت لك ليه ما اكتملتش صفقه الاعاره، قلت لي لانه خلاص يناير انتهى لكن سنضمه في فتره انتقالات ابريل، فهل في احتمال لانتقال لاعب الاهلي الى المريخ قريبا؟ والله محمد فخري احنا ما قدرناش نضمه في ذلك الوقت، لانه كان هناك في فتره الانتقالات الاستثنائيه انه اللاعب لابد ان يكون ما لعبش مباراه مع فريقه خلال شهر من هذه الفتره الاستثنائيه. تمام. وكان اللاعب محمد فخري لعب مباراه قبل اسبوع كاس الرابطه، فكان ايوه نعم، فكان من المستحيل ان من الناحيه القانونيه ان نضيفه الى كشوفات نادي المريخ. تمام. وان شاء الله سوف يكون هناك يعني تبادل لاعبين بين المريخ وبين الاهلي، وتبادل خبرات واشياء كثيره جدا جدا، ونامل ان لا يكون مثل هذه التصريحات الفرديه ان تؤثر على العلاقات بين الناديين الكبيرين. اكيد صح. بشكرك جدا كابتن حازم، نورتنا، وسلامنا لاخواتنا في السودان، كل سنه وانتم جميعا بالف خير وسلام. فاز الزمالك ببطوله كاس مصر للكرة الطائرة بعدما فاز على الأهلي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط. الشوط الأول كان الزمالك 28-30 لصالح الفريق الأبيض على الأهلي، شوط ماراثوني. الشوط الثاني فاز الزمالك أو الأهلي بنتيجة 25-17، عاد الزمالك في الشوط الثالث بنتيجة 25-23، وفي الشوط الرابع والأخير فاز الزمالك بنتيجة 25-22. قبل أيام كان الزمالك بيحتفل بدروعه على مستوى الألعاب المختلفة، في هذا التقرير تفاصيل قبل ما نرجع في دقائق سريعة نختم الحلقة. النهارده يوم مميز بالنسبة لنا، إن كلنا بنتشارك، كل الفرق الرياضية بتتشارك ببطولة الدوري في كل لعبة من الألعاب، فطبعا حاجة بالنسبة لنا مهمة ان احنا حتى نبقى موجودين على في مكان واحد، والدروع كلها تبقى موجوده، وكباتن كل فرقه يبقوا موجودين، وان شاء الله ما تبقاش دي اخر بطولات موجوده السنه دي، ودي تبقى حاجه دايما يعني النجاحات نربطها ببعض كلنا. احنا كلنا في الاخر يمكن بنلعب العاب مختلفه، لكن كلنا في الاخر فعلا بنشجع بعض في كل لعبة. انتوا اعظم جمهور في الكون كله جمهور نادي الزمالك، اكتر جمهور مخلص بيساند الفرقة في الهزيمة زي النصر، عمره ما تخلى عن الفريق في اي حاجة، ده جمهور عظيم، جمهور فاهم كورة، وجمهور فاهم سلة، وجمهور يعني ما الواحد مش قادر يقول ايه عن جمهور الزمالك، اعظم ما في الزمالك جمهور. مجهود قوي جدا جدا من المجلس ومن احمد مرتضى وامير مرتضى والمجلس كله طبعا، الجماهير وقفت جنبينا كتير جدا، فبنشكرهم. الاعضاء كمان ادونا الثقه في الانتخابات، فاحنا خدامين ليهم، فبنقول لهم ده اقل حاجه نعملها لكم، احنا نفرحكم طول العمر يعني ان شاء الله. بس احنا بنحمد ربنا جدا على النعمه اللي احنا فيها، طبعا حاجه مشرفه جدا النهارده ان نادي الزمالك يحتفل باولاده، وده مش غريب على نادي الزمالك. انا عاوز اقول وبشكر اداره نادي الزمالك بقياده المستشار مرتضى منصور، وبشكر طبعا دينامو الالعاب الصالات والكابتن احمد مرتضى، بشكرهم على التدعيمات وعلى المجهود اللي عملوه الفتره اللي فاتت ديت، وبقول لهم الحمد لله ان ربنا كرمنا وناتج الحاجه ديت النهارده دروع الدوري اللي موجوده في كل الالعاب الحمد لله. النهارده مش جاي احتفل بالهاندبول بس، انا جاي احتفل بالانجاز الغير عادي الغير مسبوق لنادي الزمالك ان هو يكسب الاربع لعبات الجمعيه الكبار
مره واحده درع دوري بس، فمش هقول اكتر من كده. يعني شوف بقى الانجاز يبقى قد ايه، وحاجه محترمه جدا، والانجاز ده وراه شغل. يعني وراه مجلس اداره برياسه المنصور مرتضى منصور، وراه الاستاذ احمد مرتضى منصور اللي هو المشرف على العاب الصالات، وامين بشغل يعني غير عادي الثلاث اشهر اللي فاتوا دول بالذات، حاجه يعني محترمه، ويا ريت والى التقدم دائما يعني بالنسبه لمجلس اداره وبالنسبه لنا ان شاء الله. اهلا بكم مره تانية. بمناسبه الزمالك، فرئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور صرح لبرنامج الماتش منذ قليل بانه الجمعيه العموميه ستعقد في شهر يوليو المقبل، وخلالها سيتم تصويت اعضاء الجمعيه العموميه على اختيار نائب رئيس لمجلس اداره نادي الزمالك خلفا للمستقيل على مستوى منصب نائب الرئيس اللواء مصطفى هدهود. ده على مستوى الزمالك اللي بيلتقي حاليا في مباراه مولعه هو والاتحاد السكندري في المباراة الثانية من البيست اوف فايف على مستوى نصف نهائي دوري كرة السلة المصري، والنتيجة قبل كم ثانية، قبل أقل من دقيقة بس من النهاية، 68 مقابل 64 للاتحاد السكندري. الاتحاد كان كسب المباراة الأولى وفضل 54 ثانية، فانتصاره النهاردة هيقربه من التأهل للمباراة النهائية، هيبقى ناقص له مباراة. لكن الأهلي الناحية الثانية كسب المباراة الثانية على التوالي على الجزيرة ليقترب هو الآخر من التأهل إلى المباراة النهائية. غدا في 9:30 تنطلق مباريات الجولة رقم 16 من الدوري المصري الممتاز بثلاث لقاءات، بكرة 3، بعده 3، بعده 2-1. غزل المحلة مع فاركو الساعة 9:30، مباراة مهمة جدا قد يكون فيها تبادل مراكز إذا واصل غزل المحلة انتصاراته، أما فاركو فيحاول يدخل المربع الذهبي. سموحة اللي بالفعل في آخر أضلاع المربع الذهبي يسعى لتفادي خسارة جديدة أو تعثر جديد، بقاله 3 ماتشات ما بيكسبش، منهم خسارتين، منهم خسارة قاسية أمام فيوتشر. هيلعب مع مصر المقصة بعد رحيل الكابتن تامر مصطفى المدير الفني لفريق المقصة اللي انتقل للمباراة التالية اللي هي فيوتشر مع الجونة. هيدرب الجونة النهاردة، تولاها رسميا هذه الإدارة الفنية خلفا للراحل على مستوى التدريب الكابتن رضا شحاتة، بحييه. وفيوتشر مع الجونة مباراة منتظر تكون قوية. في اليوم التالي الإسماعيلي مع إمبي من أجل مواصلة انتصارات الدراويش. المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري بعد تجميد مستحقات لاعبي المقاولون بسبب سوء النتائج، إلى جانب طبعا نتائج مهتزة جدا للاتحاد السكندري. والبنك الأهلي يلتقي مع إيسترن كومباني. اليوم اللي بعده يوم الأربعاء الأهلي يلتقي طلائع الجيش بمباراة تدار بطاقم تحكيم أجنبي لم يعلن من هو حتى الآن. بيراميدز مع سيراميك كليوباترا بعد توديع بيراميدز الكونفدرالية يصطدم بسيراميكا الباحث عن استعادة نتائجه الإيجابية. تختتم الجولة بلقاء الزمالك مع المصري البورسعيدي. المصري حاليا متعادل مغلوب لسه 1-0، والشوط الثاني على وشك البدء أمام نهضة بركان. يا رب جول كده من أي حتة يسجل للمصري ويتأهل إلى الدور المقبل. الكونفدرالية نفسها حسمت أغلب أطرافها باستثناء الطرف الأخير اللي مستنينه دلوقتي إن شاء الله المصري. مازيمبي كسب بيراميدز 2-0. أورلاندو بايرتس كسب 1-0 على سيمبا، نفس نتيجة الذهاب بالنسبة لتنزانيا، ولعبوا ضربات ترجيح وتأهل أورلاندو بايرتس. أهلي طرابلس والاتحاد الليبي تعادلا سلبيا الأسبوع الماضي، وفاز أهلي طرابلس يتأهل إلى الدور المقبل. نهضة بركان والمصري الآن جارية 1-0، نتيجة الذهاب كانت 2-1 للفريق المصري البور سعيدي. دي كانت أخبارنا على المستوى العالمي. هنهج بس عشان ما كتير بتكلم بسرعة عشان عايز أخلص قبل الحلقة ما تخلص. النهاردة برشلونة اتغلب من رايو فايكانو 1-0، نفس نتيجة الدور الأول. فريق صاعد للدوري الليجا يكسب برشلونة رايح جاي 1-0، معنى كده أنه برشلونة بقى فارق 15 نقطة قبل 5 جولات عن المتصدر ريال مدريد. كان ممكن النهارده يكون الحسم، لكن بسبب ماتش ريال مدريد وبرشلونه 4-0 و2-1 فبرشلونه متفوق في المواجهات المباشره. فبسبب كده ريال مدريد قدامه نقطه واحده من ال5 ماتشات اللي جايه، اذا حصدها يتوج بطلا للليجا. قد يكون ده يوم السبت امام اسبانيول، والماتش اللي بعده اتلتيكو مدريد، فممكن يتعمل لهم ممر شرفي اذا حصدوا الدوري يوم السبت المقبل. تشيلسي كسب النهارده بطلوع الروح ويست هام. جورجينيو كالعاده يلعب ضربه جزاء بتقل الدم اللي بقى فيه ده فضيعها، لكن بوليسيتش سجل. ليفربول سجل ثلاثيه منهم جول جميل قوي صنعه محمد صلاح، لكن ايه روبرتسون وارنولد، اتفرجوا يا جماعه على الحلاوه، دول مش باكين، دول بيعملوا اي حاجه في الملعب، ناقص بس يقفوا حراس مرمى. فاز فريق ليفربول 3-0 النهارده، 2-0 عفوا، وصلاح كان صنع الاولاني لروبرتسون، والثاني كان سجله
أوريجي اللي نزل بديل وقلب الدنيا، صنع وسجل زي ما شفنا النهاردة. ده كان حلقتنا النهاردة، بكرة إن شاء الله لقاء جديد في بكرة مش هنكون موجودين معاكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. احتفالات تحرير سيناء يا رب دايما في أفراح، ربنا يا رب يخللنا مصر دايما ناجحة وجميلة ومتفوقة بفضل جيشها وشرطتها وبفضلنا إحنا كشعب وقيادتها السياسية. ودايما في أعياد كل سنة وكل إخواتي المسيحيين بخير، تاني بهنيكم وبهني كل أكيد إخواتي المسلمين، وربنا يا رب يتقبل منا الدعاء ويجعلنا دايما في سعادة وهناء. نلتقي الثلاثاء، فتحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت، إلى اللقاء.